لا يزال مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2019-2020 غامضا حتى الآن في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا. وعلى الرغم من نفي ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وجود أي نية لإلغاء الدوري في الموسم الحالي، إلا أن أنباء أكدت أنه في حال تعذر استئناف المسابقة بحد أقصى حتى أغسطس القادم سيتم الإعلان رسميا عن نهاية الموسم الرياضي الحالي واحتمالية إلغاء مسابقة الدوري قبل نهايته بثمان جولات في الموسم الحالي، أشعلت خلافا عنيفا بين الهلال والنصر حول الأحق بالتتويج باللقب. والهلال يرى أنه الأحق بالتتويج بلقب الدوري باعتبار أنه كان المتصدر قبل توقف النشاط برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن النصر الوصيف. في الوقت نفسه يعتقد النصر أنه الأحق بالتتويج في 2019-2020 لأنه بطل الشتاء في النسخة الحالية من الدوري وحامل لقب الموسم الرياضي الماضي. وما بين مطالبات الهلال ووجهة نظر النصر يشهد العالم بعض الوقائع المثيرة للجدل بشأن تحديد هوية أبطال المسابقات المحلية في الدول المختلفة. وآخر هذه الوقائع ما حدث في فرنسا حيث أعلن اتحاد الكرة هناك إلغاء مسابقة الدوري وتتويج المتصدر باريس سان جيرمان باللقب. وفرنسا لم تكن هي الدولة الأولى التي يلغى فيها الدوري ويعلن فيها تتويج فريق ما باللقب، فقد سبقتها بلجيكا وهولندا. ولكن فرنسا انفردت بتجربة جديدة وهي تصعيد بعض الأندية الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. والسؤال الآن هو ماذا لو أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء مسابقة الدوري في الموسم الرياضي الحالي؟ وكإجابة على هذا السؤال ستكون هناك ثلاث سيناريوهات أمام الاتحاد السعودي لكرة القدم في حال إلغاء الدوري رسميا، وهي: أولا، تتويج الهلال باللقب باعتباره المتصدر قبل توقف النشاط الرياضي. ثانيا، تتويج النصر باللقب باعتباره بطل الشتاء وحامل لقب النسخة الأخيرة. والسيناريو الأخير وهو اعتبار الدوري في الموسم الحالي أبيض وعدم تتويج الهلال أو النصر باللقب. وكل هذه السيناريوهات المتوقعة في حال تنفيذ السيناريو الفرنسي يجعل التنبؤ بمصير هوية لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الرياضي الحالي يتضح أكثر وأكثر. واتحاد الكرة السعودي يميل إلى اعتبار الموسم الرياضي الحالي أبيض في حال إلغائه وعدم القدرة على استكماله ومنع تتويج الهلال أو النصر بلقب الدوري. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.